اي مناقشه نسيان. ولكن علاش ما نبداتش كنقطه؟ لانه قيل فيها الكثير. لا سمحني سمحني سمحني. قيل فيها الكثير واتهم بعض الاعضاء لانه في جميع النقاط اللي كيكون فيهم شويه اينا منها المشكله ستاسيون منها كذا كنوليو الاعضاء متهمون على اساس انه فيها اينا. بمعنى اخر حين كنخرجوا للشارع كيوليو بان هاد الاعضاء راه داروا تحت الطاوله وبذلك خص الامور تكون مفسره دابا. ما نبقاوش بان هاد الشيء هذا ولا الى شي واحد في هاد السنتين عطى شي عضو شي درهم راحنا اي نقطه الانسان اللي كيكون يتكلم راه يكون كيبغى، وبالتالي حنا كما قال الاخ مشكور الى كاين شي حاجه اللي فيها ادله حنا موجودين المحاسبه، اما نجاوبوا على اشاعه الشارع، اشاعه الشارع تتهم الجميع، تتهم الجميع، ولكن نقطة إلى بغيتو ندرجوها في دورة مقبلة، دورة استثنائية مقبلة ندرجوها ما عندي حتى إشكال. كل حاجة تجي من طرف إخوان واللي ممكن أنها تكون قانونية تدرج غادي ندرجوها، ما عندنا حتى إشكال. فقط هاد الدورة الاستثنائية كان عندها صبغة ديال الاستعجالية اللي دوزو الميزانية، أهم حاجة في المدينة واللي الساكنة كتنتظر وهو أنه ندوزو هاد الميزانية باش نطلقوا الاشتغال ونطلقوا تنفيذ عدة برامج في المدينة. ولو المدينة عندها تخصص كبير في بزاف ديال الامور، بالتالي بعدا خصنا حنا ندوزو الميزانية ديال المدينة ديالنا. فيما يتعلق بنقاط أخرى، أنا مستعد طبعا بعد الوفاقة ديال أعضاء المكتب أننا ندرجو كل النقاط التي يراها ماشي أغلبية، أغلبية والمعارضة محضة، ما عندنا حتى مشكل، خصوصا خصوصا النقاط اللي عند شي واحد فيهم الشك، على أساس أنه كما قال فيها إن حنا موجودين طبيعة الحال وطبيعة المشاريع وطبيعة الأمور أنه بعض النقاط ولا بعض القرارات ولا بعض الصفقات تثير الشكوك. طبيعي أنا اللي كنت خارج الجامعة كنت كنسمع وكان فلان والرئيس الفلاني والنائب الفلاني، ولكن من دخلت فهمت بأنه بزاف ديال الحوايج ماشي حقيقية اللي كان راه حتى حوايج اللي ما فيهاش كاع حتى ادنى شك حتى هي كيخلقوا لنا فيلم. وبالتالي البارح سي شملان ترأس الجناح ديال فتح التظريفه ديال التنظيف اللي جا من حقه انه يدي تبدل القانون سكت واللي ما جاش قال فيها ايمنا. واش حنا غادي نبقاو نجاوبوا كل شيء واحد السيد ما داش المارشي يقول لك فيها ايمنا نحبسوا المارشي وحتى نحبسوا الصفقه راه تحبسها بالقانون ما يمكنش تعيد الصفقه بالقانون. وبالتالي اللي عنده شي حاجه قانونيه وتفيد بانه كاين مشكل في شي صفقه ولا في شي موضوع انا مستعد وكنلتزم امامكم كرئيس الجامعه والله لا درست، ولكن بالقانون لانه الغاء اي حاجه بدون الاستناد الى القانون حتى هو خلق للقانون باش انا نجي غير نلغي واحد صفقه ولا واحد نقطه ولا واحد حاجه لانه سمعت الهضره فيها. طبعا انت انا ما فيا ما تسمع الهضره مادام هي نلغيها وشي يقول سي بس القانون يلغيو هذا الشيء كامل، ولكن القانون لا يسمح لك انك تلغي كم حيت سمعتي الهضره. وبالتالي ما خصناش نبنيو انا كنحس بالاخوان حتى انا كنسمع الهضره كاين شي حوايج انا كنتهم فيها، ولكن هذه هي الضريبه ديال المسؤوليه هي هذه اللي كتكون في المسؤوليه ولابد انك تعرض للكلام وانتقاد بصح احسن جواب على الكلام والاشاعات وليس انه يكون عنده الشفافيه والموضوع اللي جاء يتغرس. انا تواصلت مع السيد المدير العام ديال المصاريع وقلت له بالحق اي اي عضو اللي سميته ماشي مستشار عضو المجلس اذا كان عنده سوء فهم ولا سمع شي حاجه يجي ماشي تعطي له الملفات لانه عطيني ماشي قول الوثائق ديال الجامعه الدور في برا، ولكن يجي ويطالع ويشرح له وتعيط على رئيس القسم اللي يتكلم ذاك الشيء ويشرح له ويقتنع لانه هذا الشيء باش غادي نأسسوا واحد العلاقه ديال الثقه فيما بيننا. اما اذا ولا الناس الاغلبيه يشكوا في الناس ديالهم اللي المفروض اننا حنا فريق واحد غادي ما عمرنا نتمشاو، وبالتالي ان شاء الله بحول الله مباشره مور هاد 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 الدوره هادي حنا مستعدين للقاء حول كل المواضيع ملف ملف نشدوه، واذا
كان ولا الدوره الاستثنائيه انا نستعد نديروها في النقطه هذه نجيو نعملوا الدوره الاستثنائيه مقبله ان شاء الله.